طب نتكلم على اللاعبين تانيين، يعني في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي حاجز المقعد بشكل أساسي، هل شايف إن كابتن شريف إكرامي الإبقاء عليه وهو واضح جدا إن هو دايما هو على الدكة بيبقى عنده مشاعر إن أنا أقدر أنا عايز ألعب، يعني في لعيبة تحس إن هي مكتفية بفكرة إن أنا على دكة النادي الأهلي، في لعيبة كده، في لعيبة تحس إن هي طمعانة لا أنا عايز ألعب. لا يعني بصي، هو فعلا الشناوي خلاص هو ده مكانه رقم واحد في النادي الاهلي ورقم واحد في مصر وبيسير بخطى ثابته جدا وما فيش جدال بقى. يعني النهارده مثلا لما تيجي منتخب ما تقدريش تقولي شناوي حد ولا حد تاني، هو الشناوي يعني هي ملهاش حل. وده انا بلوم فيه يعني عواد، بلوم فيه هو جنيش طبعا مصاب، بلوم فيه احمد الشناوي بالتحديد حارس مرمى بيراميدز لانه موهوب جدا وظالم نفسه بشكل كبير جدا. وابو جبل كمان، ابو جبل ده انا كنت شايفه بعد عصام الحضري، رؤيتي الشخصيه كنت شايف ان بعد عصام الحضري هيبقى ابو جبل، لكنه برده مقصر في حق نفسه. هو مقصر في حق نفسه ولا ابو جبل ما خدش الفرصه من البوابات اللي هي بتبص عليها تعالى منتخب؟ لا لازم يثبت نفسه الاول في النادي عشان يروح المنتخب، يعني لازم يبقى جامد قوي في النادي عشان يروح المنتخب. بس مع العلم مع قصه ان هو برده المنتخب لازم بيبقى مدي افضليه سنه للعيبه اهلي وزمالك. بنشوف هو دلوقتي بيلعب في الزمالك. ايوه دلوقتي، بس دلوقتي بيشارك بقاله فترة اللي فات. يعني موسى فاكر بيلعب في سموحه وانضم للمنتخب، بس بعد كده بقى الحارس الرابع وهو فضل ان هو يفضل مع في المعسكر، ولكن تبقى الفرصه اصعب. يعني ممكن الموسم دوت يتم محاسبه ابو جبل بشكل اكبر. طالما ابتدى يلعب انا شايف ان دي فرصه مهمه جدا لابو جبل، يعني يا رب يكون بيسمعني او يوصل له الكلام ده. دي فرصه مهمه جدا بالنسبه لابو جبل لان انا شايفه حارس مرمى مصر بعد الحضري اللي هيستمر لفترات طويله لو استغل امكانياته كويس، عشان انا عارفه من الناشئين، يعني كنا بنلعب ضد بعض في الناشئين فعارفه من زمان جدا، فكنت شايف مقومات حارس جسديه ويعني بنيان قوي جدا ومقومات جيده جدا، فكنت شايف ان هو خلاص ده الحضري الثاني يعني. لكن الشناوي دلوقتي هو اللي واخد المكان مفيش شك.